سالي، يعني أي حالة مرضية عم تتطلب الحذر صحيح. وأخذ يعني الحيطة، وخصيصا بشهر رمضان الكثير من التساؤلات بتدور للمرضى، وخصيصا مرضى الغدة الدرقية دائما بيكون لهم تساؤلات حول الصيام. هل هن بيقدروا يصوموا خلال هالشهر الفضيل أو لا؟ وإذا صاموا شو هي الشروط يلي لازم يتبعوها لحماية صحتهم وصحة جسمهم؟ هالموضوع رح تجاوبنا عليه دكتورة لما حديد، أخصائية غدد سم وسكري. يسعد صباحك دكتورة. أهلا، صباح الخير، صباح النور، أهلين. يسعد صباحك دكتورة. رمضان كريم. يمكن دائما العالم بتتساءل هيك، بتسأل بالشارع هيك أحيانا بين بعضها بجلسات، أنه هل مريض الغدة قادر على الصيام بشكل متواصل، او في يصوم ايام ويقطع ايام؟ طبعا هدول الامور كلها للمرضى بتجاوبين عليها انت، فخلينا نحكي عنها. هلا هي نتيجه شيوع مشاكل الغده الدرقيه، يعني عندنا كثير، ما في حدا الا بيصادف سواء بشغله سواء ببيته باقاربه انه في حدا مصاب بمشكله بالغده الدرقيه، فهي شائعه كثير. هذا بخلي يقول انه هالموضوع لازم نركز عليه، وخاصه مثل ما ذكرتوا حضرتكم انه بالامراض بشكل عام تستدعي انه المتابعه خلال شهر رمضان، لانه في بعض الامراض قد تتفاقم، قد يسوء وضعها اذا كان في صيام ولازم لا ما يصوم الشخص. الغده الدرقيه المرضين الاساسيين اللي هن كثير شائعين وكثير مهمين بالنسبه لمرضى الدرق هن فرط نشاط الدرق او قصور الدرق. فرط نشاط الدرق يعني نحن طبعا تحت كل جزء من هدول، تحت كل بند عندنا اسباب. يعني في عندي فرط نشاط الدرق الناتج مثلا عن شيء بنسميه داء جريف، اللي هو بيكون في عندنا ضخامه بالغده الدرقيه بدون وجود عقد درقيه مثلا. في عندنا مثلا عقده درقيه وحيده هي عم تفرز كثير وعم تعمل لي فرط نشاط بالغده الدرقيه. في عندي فرط نشاط درق ناتج عن شيء دوائي، انه مستخدم ادويه بشكل زائد ادت له لفرط نشاط بالغده الدرقيه. وبالمقابل قصور الدرق كمان في له عده اسباب. فنحن بدنا نناقش من ناحيه الصيام كل حاله بمفردها. يعني بالمطلق مريض فرط النشاط الدرق في حال كان هو عم يستخدم علاجه ودوائه منتظم ومتابع من قبل طبيب يعني معالج سابقا واموره مضبوطه، اكيد ما في شيء بيمنع انه يصوم طالما الطبيب شافه وقيم له وضعه ولقى انه وظائف الدرق طبيعيه وقادر على الصيام. هلا شو هو اللي ممكن يمنعه انه يصوم؟ لمريض فرط نشاط الدرق، يعني وقت انا في عندي زياده بهرمونات الغده الدرقيه بيمنعه من الصيام، هو انه احنا كلياتنا بنعرف انه كثير بنعرف في بعض مرضى فرط النشاط بصير في عندهم فرط استثاره، حركيه زائده، حرق زائد، لانه هالماده بتفرزها الغده الدرقيه اللي بتكون زائده عندهم اللي هي ماده التيروكسين، بتؤدي الى زياده باستقلاب الجسم كله. يعني كل اعضاء الجسم، كل اجهزه الجسم فيها زياده. بصير المريض مثلا حبه للطعام زائد وطعام وجوعه زائد، بصير بجوع كثير. كلياتنا بنعرف نحن في عندنا حوالي 16 ساعه الصيام، هذا المريض قد لا يحتمل البقاء عدد هالساعات من الصيام بدون تناول الطعام. هذا طبعا نحن لساتنا لكان بياثر على كل شيء بجسمه، فرط استثاره، الجهاز العصبي بصير متوتر، جسمه بصير الهضم عنده بيكون زائد، فهو بيتعرض لجوع زائد، الخفقان، قلبه في عنده زياده بالخفقان، في عنده توتر، فهذا هو هالاستثاره الزايده وفرط هالحركيه وفرط الاستقلاب عم يمنعه من الصيام، هذا في حال كان لم يعالج بعد او لساته ما وصل لمرحله بنسميها مرحله السواء الدرقي، لانه هي عم صار افرازه طبيعي وصار الهرمون ضمن الطبيعي بجسمه. لانه علاج الدرق وفرط النشاط تحديدا هو علاج لفتره تطول، يعني هذا المريض حتى بعد ما هو يوصل للافراز الطبيعي نحن بنرجع بنضل بنراقب وبننزل الدواء بشكل تدريجي لحتى ما نقطع الدواء مباشره ويصير في نكس. حالة الصيام اللي كلياتنا بنعرف انه هي تعتبر حالة من حالات الشدة، يعني هو في الجسم عم يتعرض لشيء غير طبيعي، عم يصير في عنده نقص بالوارد الغذائي، نقص بالحريرات، فهي شدة. الشدة بحد ذاتها تعرض مريض فرط نشاط الدرق للشدة بيؤدي إلى أنه ينكس المرض. فهي حالة من الحالات اللي بدها متابعة، يعني مريض فرط نشاط الدرق راجع طبيبه والطبيب قيم وضعه وقال له لا بأس من الصيام، بس
خلال هالفترة هي أي نكس، أي زيادة بالأعراض، أي مشكلة ظهرت أعراض زائدة لازم يخبر طبيبه، وبنهاية شهر رمضان لازم يراجع طبيبه ليقيم وضعه خلال شهر رمضان شو صار في عنا، لأنه مثل ما ذكرنا الصيام حالة شدة قد تؤثر على حالة الصيام. هلا حكينا عن بالنسبة لفرد نشاط الدرق، خلينا نحكي على الحالة الأخرى من اللي هي القصور، قصور الدرق. كمان مثل ما ذكرنا أنه هو القصور فيه له كتير أسباب، قد يكون بسبب استئصال الغدة الدرقية، قد يكون بسبب خلقي شيء مناعي، يعني مثل ما بنعرف فيه بنسميه قصور درق مناعي، انه في اضداد تفرز تؤدي الى كسل بالغده الدرقيه وعدم عمل الغده الدرقيه بشكل جيد وما في افراز للهرمون الدرقي. تمام. او احيانا شيء دوائي، بس صار في عندنا قصور درق صار عندنا العكس، صار في عندنا نقص بالهرمون الدرقي، صار في بطء، صار في عدم حرق زايد، وهي تتظاهر يعني كثير ببداني مثلا، ممكن احيانا بوذمات، ببطء، ببرد زائد. هدول الاشخاص ما في شيء بيمنعهم من الصيام، لانه هن بالعكس يعني بياخذوا دواهم وبيقدروا، استقلابهم ناقص يعني ما له يشعروا بالجوع كثير، ما له يتعبوا كثير، الا اذا طبعا كان هالقصور هذا ناتج عن عم يستخدموا هن بالاساس ادويه لمشكله مرضيه ثانيه. نعم. في عندهم شيء قلبي، في عندهم مشكله مرضيه اخرى. فاذا قصور الدرق هن من المرضى الاسهل للصيام. بس مشكلتنا مع مرضى قصور الدرق، بحب نوه، امتى ياخذوا دواء الغده؟ نحن من المعروف انه المشكله الدواء الغدة الدرقية اللي لقصور الدرق اللي هو الهرمون الدرقي تيروكسين يجب أن يؤخذ على معدة فارغة وعلى الريق. ففترة الصيام هو بده يكون يعني صام المريض يجي له لفترة الإفطار. نعم. ما حيقدر ياخذ الدواء ويستنى، نحن بدنا يعني فترة الانتظار لازم تكون ما بين 3/4 ساعة للساعة قبل ما يتناول الطعام بعد الدواء. فلذلك منبه كل مريض هو قصور درق وبيتناول الهرمون الدرقي، زمن تناوله للدواء نحن غالبا بنقول لهم انه بعد الافطار وتناول الفواكه والحلويات وخلصنا من تناول الطعام حوالي الساعه 11 ونص بيوقفوا تناول الطعام. طبعا بيستمروا بتناول الماء، ما في مشكله مشان ما يعطشوا كثير. الماء اما سوائل محلات او هيك شيء لا. تمام. الماء كثير ضروري يضلوا مستمرين بتناوله، معليش مشان ما يعطشوا بالنهار. حوالي الساعه 2 2:30 ممكن يتناولوا حبة الغدة الدرقية اللي هي انه بيكون صلهم بحدود ساعتين بدون طعام. نعم. وبينتظروا ساعة ثلاثة وشوي بيتناولوا طعام السحور. نعم. كتير مهم يعرفوا ساعتين قبل الحبة وساعة بعد الحبة ما لازم يتناولوا الطعام. يمكن التقيد بمواعيد الدواء هو كمان حالة يمكن بتساعد على الشفاء وعلى تحسن الحالة، وبيقدر يصوم وهو مرتاح. تمام. يعني مثل ما حكيتي دكتورة، كثير من مرضى الغدة بيعانوا من ارتفاع بحرارة جسمهم، وأيضا وقت الصيام هذا الشيء بيسبب عندهم تعب زيادة. فكيف فيهم يعني يحافظوا على حرارة جسمهم؟ شو الطرق اللي لازم؟ مثل ما ذكرنا انه فرط نشاط الدرق بيصير في فرط استقلاب، فبيصير في فرط استثاره وفرط حراره، ميل للجو البارد، بتضايقوا من الشو بزياده. نعم. يعني كلياتنا بنتضايق من الجو الحار، بس هن هدول اكثر بيكون في عندهم تعرق شديد، لانه يمكن عندهم تعرق، عندهم فرط حرق زايد. نعم. هدول نحن بدنا نحاول انه هن يكتروا من السوائل والماء تحديدا بعد هذا، في حال هن يعني تقيموا انه فيهم يصوموا، صاموا فترة الصيام، بعد الصيام لازم يتناولوا الماء بكميات كبيرة لأنه بصير عندهم تعرق وفقد للسوائل كتير. يتناولوا الماء بكميات كبيرة، يحاولوا يتجنبوا الخروج بالجو الحار خلال فترة الصيام، يقعدوا دائما بأماكن مكيفة ومهوات، ما يقعدوا بمكان شوب زيادة، بالعكس يعني يحاولوا يحافظوا على حرارة جسمهم ضمن الحرارة الطبيعية. دكتور، هل النظام الغذائي له دور ايضا عند مرضى الغده الدرقيه؟ الماده الاساسيه اللي بتتدخل بهرمونات الغده الدرقيه هي ماده اليود. فاليود لازم يتوافر بطعامنا بالمقادير المحدده لحتى نقدر نحافظ على سواء درقي. فالطعام هو يعني اذا مريض مشخص فرط نشاط درق او قصور درق، هو بس يكون في عندنا طعام متوازن، طعام عم يحوي كميه اليود بالكميه المقرره. يعني نحن يفترض ما ناخذ لا يود بكميه زائده ولا ناخذ الشيء ناقص اليود اللي بيصير بيساوي لنا بعض المشاكل بالغده الدرقيه وممكن يعمل ضخامه او حجم زائد للغده الدرقيه. طب وين بيقدروا يلاقوا اليود؟ هلا الملح طعام هو يضاف له اليود اكيد. يعني نحن الشيء اللي صار اللي هو يودنت الملح كثير ريحت من ناحيه الهرمونات الغده الدرقيه، واستغنينا كثير عن انه نخبر المريض لازم تاخذ يود اضافي او شيء في حال وجود
ضخامة أو سلعة درقية. اليود نحن بنلاقيه كثير بالمأكولات البحرية، يعني يفترض أنه هيك يقال أنه لازم كلياتنا ناخد على الأقل بالأسبوع أو كل 10 أيام شيء من المأكولات البحرية اللي بتحتوي اليود، بس وجود الملح الميودن ساعد كثير على أنه لا، نحن موجود اليود بالجرعة الكافية بالجرعة اللازمة ضمن غذائنا، وما في داعي أنه كمان كثير نبالغ أو ندور كثير على مصدر إضافي لليود. نعم، كل شيء باعتدال دكتورة. أكيد أكيد. وممكن يحقق نتيجة، يعني كل شيء زايد لو بحاجة له بيزيد، وكل شيء ناقص بيزيد، فهو الاعتدال والشيء الصح. تماما. خلينا نحكي ايضا دكتوره، يعني يمكن حضرتك بخلال شهر رمضان المبارك بتشوفي حالات عديده، ممكن يلي بلشوا بيصوموا بالاوائل الشهر الفضيل استمروا وما تعبوا رغم انه هن عندهم مشاكل تؤدي للتعب، في منهم هن مستقرين ولكن على الصيام تعبوا، بهيدي الحاله في نصائح معينه او مثلا يلي عنده حاله معينه ومستمر فيها باستقرار بتخلي عليها، يعني ما في داعي يوقف صيام. نحن بالناحيه الامراض الغدد بيواجهنا غير مرضى الدرق، في عندنا مرضى البدانه، في عندنا مرضى النحافه الزايده، فمرضى البدانه انا لقيتهم من الناس اللي كثير ارتاحوا وكثير يعني تحسنت وضعيتهم وتحسن وضعهم على 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 الصيام، يعني صار في عندهم شيء، حددوا وجبات، حددوا طعامهم، نوع الوجبات اللي صاروا ياخذوها كانت مفيده لهم، وساعدهم هالشيء على انه يلتزموا بنظام غذائي، فكانوا كثير استفادوا من الصيام. نعم. هدول مرضى البداله تحديدا. مرضى البداله. مرضى النحافه الزايده واللي عندهم هن يعني بدون شيء مرضي، في عندهم نقص وزن ووزن ناقص. نعم. اكيد هدول بيتعبوا شوي لانه هن من الناس اللي بتحتاج لانه ياخذوا وجبات على فترات متقاربه وكميات يعني زائده من الطعام. نعم. فهدول نحن اول ما بنلاقي انه في اي اضطراب، طبعا الاضطراب هو هلا هالتعب، الخمول، الوهن، كلياتنا ممكن نشعر فيه خلال الصيام. نعم. ولكن التعب اللي بده يؤدي لمشكله مرضيه، بده يصير في عنده المريض اضطراب بسكر الدم، بده يصير في عنده اضطراب بشوارده، يصير ضغط، العلامات الحيويه. نعم. وهبوط الضغط او تسرع النبض، طبعا هي علامات توجب منع الصيام وايقاف الصيام. نعم. لذلك دائما نحن كنا نقول انه اي مريض بيعاني من مشكله صحيه لازم انه هو يراجع طبيبه لحتى المريض الطبيب هو اللي يقيم انه هالشخص هذا في تابع صيامه ولا لا، انا ما فيني تابع الصيام ولازم انه يوقف الصيام. يعني دكتورة معلومات كتير قيمة، بتمنى الكل يستفيد منها، يعني ما في مريض إلا بحاجة فعلا أنه هو يتابع مع طبيبه، أي حالة مرضية هي بحاجة لمتابعة طبيب مختص يقدر يقدر إن كان هو بحاجة، إن كان قادر على الصيام أو غير قادر بما يتناسب مع حالته الصحية. شكرا كتير لك دكتورة على المعلومات يلي قدمتي لنا إياها، بتمنى من الكل يأخذ بهي النصائح. شكرا لكم، كل سنة وأنتوا سالمين. وأنتي سالمة يا رب. شكرا لك دكتورة على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله يا رب يكونوا قدروا استفادوا منها. نتمنى الصحة والسلامة للجميع وخاصة بخلال هذا الشهر الفضيل، ويمكن بأيام العيد إن شاء الله يكون لنا وقفات ثانية لنعطي إن شاء الله. بأيام شكرا.